السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أتمنى أن تكونوا بصحة جيدة. في هذه الحصة إن شاء الله سنقوم بتصحيح الأنشطة الداعمة التي كلفتكم بها الحصة الماضية. نبدأ بالتمرين الأول. أكتب الكلمة في المكان المناسب: جذور، أوراق، ساق. إذن لاحظوا معي النبتة الأولى، هذا السهم، هل يشير إلى الجذور أو إلى الساق أو إلى الأوراق؟ نعم، يشير إلى الساق. أحسنتم. لاحظوا معي النبتة الثانية، إلى ماذا يشير السهم؟ إلى الجذور. ننتقل إلى النبتة الثالثة، لاحظوا معي السهم، إلى ماذا يشير؟ إلى الأوراق. أحسنتم. ننتقل إلى النشاط الثاني. أحيط الجسم الدخيل بخط أحمر. إذن الجسم الدخيل هو الجسم الغريب عن المجموعة. إذن الجسم الأول هو مصباح، الجسم الثاني عمود، الجسم الثالث خيط قطن، والجسم الرابع هو قاطع التيار. إذن أين هو الجسم الدخيل؟ هو خيط القطن، سنحيطه بخط أحمر. أما الأجسام الثلاثة المتبقية فهي تنتمي إلى نفس المجموعة وتدخل في تركيب الدارة الكهربائية. ننتقل الآن إلى النشاط الثالث. أحيط بخط أخضر الحيوان العاشب وبخط أحمر الحيوان اللاحم. إذن الصورة الأولى صورة لطائر من الطيور الجارحة، أي الطيور التي تتغذى على الفرائس وعلى لحوم الحيوانات الأخرى. إذن هذا الحيوان هو حيوان لاحم، نحيطه بخط أحمر. أما الصورة الثانية فهي صورة لبقرة، والبقرة كما تعرفنا في الدرس غذاؤها هو العشب. إذن فهي حيوان عاشب، سنحيط هذه الصورة بلون أخضر. أما الحيوان الثالث فهو القط، وهو من بين الحيوانات اللاحمة، سنحيطه بخط أحمر. والحيوان الرابع هو الأرنب، الأرنب من الحيوانات العاشبة، سنحيطه بخط أخضر. ننتقل الآن إلى النشاط الرابع. أملأ الجدول التالي بوضع العلامة X في المكان المناسب. إذن الحيوان سمكة. إذن السمكة وسط عيشها هل هو بري أو مائي؟ أحسنتم، مائي. نضع العلامة هنا. أعضاء التنفس، هل تعتمد السمكة على الغلاسم أم تعتمد على الرئة؟ أحسنتم، فهي تعتمد على الغلاسم. ننتقل إلى الحيوان الثاني وهو الثعلب. إذن هل هو حيوان بري أو مائي؟ نعم، الثعلب حيوان بري، يعيش في البرية. ننتقل إلى أعضاء التنفس، هل يعتمد الثعلب في تنفسه على الغلاسم أو على الرئة؟ أحسنتم، يعتمد على الرئة. الحيوان الثالث هو القنية. إذن ما هو وسط عيشها؟ أحسنتم، وسط بري. وأعضاء التنفس الرئة.
أحسنتم. الحيوان الرابع خروف. إذا وسط عيشه هل هو بري أو مائي؟ نعم بري. وأعضاء التنفس عند الخروف هل هي الغلاسم أم الرئة؟ أحسنتم الرئة. وبهذا نكون قد انتهينا من تصحيح تمارين هذه الحصة. أتمنى أن تكونوا قد أجبتم بشكل صحيح. وفقكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.